على حكاية وطن مكتوبة بإيدينا. ويا من بتولى تراب الوطن يا ما على مد البصر بالدم ضحينا. لمحنا الحب لف شماغه وتلفم وشمر زنده نشم بثوبه المهندم. حملوا روحه على كفه ولا همه إذا استشهد في زغرة بالدمع أمه. غنمك كويسة يا شيخ. بسم الله ما شاء الله، راعيها يحافظ عليها. بشتري منك مثل ما شريت من أبو رحيل. ومين قال لك أني ودي أبيع؟ على علمي كلكم محتاجين فلوس علشان البير ولوازم الزراعة. يعني انفقرنا ألا نبيع من غنمنا؟ حاشاك حاشاك يا شيخ، حاشاك من الفقر. شوف حدا غيري واشتري منه يا مجلي. ترى المارس الثاني أكبر من هذا بعد. إي بزرعهم الاثنين على النص. أو إيش؟ بزرعهم الاثنين على النص. زين، يعني وش هذا على النص؟ شلون يعني تاخذ نص الأرض أنت؟ أنت أول مرة تزرع وتحرث تقلق. إي لكن لا تحسبني غشيم، ترى أفهم بالسالفة كلها، وأعرفكم أنتوا الفلح ودكم تحسبنا غشيمة. نحسب أجور الزراعة والحراف والمبيدات والتعشيب وأجور العمال لما نبطل وثمن البذور والشتل. ليه نحسب كل هالهرج؟ إذا ما احنا شركة يعني ندفع أنا وياك، نكسب أنا وياك. يا عونت الله. إيه بعد ولسه ثمن المي، لأنه الميكانيكي قال لي الحساب على الساعة. يا عونت الله. إيه المصروفات كلها تنخصم من ثمن المحصول اللي نبيعه، والباقي نقسمه بيني وبينك على النص. إيه هذا اللي يهمني. الباقي وش يضل الباقي؟ ما بعرف، هي حبالها طويلة. كل المزارعين بيزرعوا زي ما حكيت لك، بدك تريح راسك بستأجرها منك سنوي. اي زين هذه الأجار هذه وش يعني اي فهمت، تنطيني قروش وانت تساوي كل شيء. صحيح. هي زين. وقل لي بالاول، انت ساكن بالبوسية؟ قضيت ارض من فلحان ومصلح، بنيت فيها خيمه وقعد فيها انا وعيالي. Thank you.
يا عيالي من هو يريحني يقصر لي من الدار بعيني هوى الدار واهلها ذبحني خاف كت قلب ما بيني ظل عيني علامة، وين الهرج والغناني؟ نوفا، البث بعد ساعة يجي. أقول يا جاس. خير يا عم. أنت ودك تبيع التنك؟ أنت عارف يا عم، التنك ما ظل له شغل بالسوق. حتى الغنم صارت تشرب من البير الارتوازي. زين، قبل لا تبيعه ودي اياك تعلمني السواقة عليه. هيا ابو نوفل سوق التنك؟ واشتري سيارة جديدة بعد. لكن السيارة غالية يا عم. ما هي اغلى من اللي فقدته. الله يرحمه ويحسن اليه. بعت الغنم كلها؟ خليت منها المنايح للبن وبس. حقك يا عم. حقك ترتاح. يخشون ما تهر كلابهم شم الأنوف من الطراز الأول. لا، هاي هيك وهاي بالضمة. أحكي لي صالح، شو البزنس تبع أبوك؟ أنا أبوي استشهد معركة الكرامة. سوري، الله يرحمه. أنا البابي عنده شركة كونتراكس، بيفتح طرق وبيبني السورة وهيك شي يعني. يا حسرة، طريق ما إلها شهرين واصلة أم صوانة. وين؟ أنا عندي محاضرة، يلا بشوفك. أوكي،
باي صالح. كيفك صالح؟ هلا سمير. وكم دفع لك بيها؟ دفع لي نص دينار بدل. بس سنة؟ لا بالأسبوع. إي بس سنة من الحول للحول. 40 45 هذول يجيبهن حليب الغنم بموسم واحد غير الصوف وثمن الخرفان. عاد هذا اللي جاك. ورش؟ إي. وش سويت مع الفلاحين؟ فوت يا خالص مع فوت. إي والله نسمع. هلا 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 بسراح. هلا يا هلا. هلا بيك وانا مهلي. مورتين عيونها التلفزيون ساعتين زمن وبقدي بهون عليك كمان نص ساعة. انت تموني على العمر كله وانت الله يعطيك العافية. يا عم منازل يا عم منازل. هلا هلا حي الهلا. هلا هلا هلا. قول لي عسى ما شر. وين عمي؟ حيه؟ وش فيه؟ وين عم منازل؟ رحيل علمنا وش فيه يا ولدي. متى فات يا رحيل؟ انت ما صديت ابو عبده؟ ها؟ ليه؟ ليه؟ هو اللي مرسلك؟ لا مرسلني ودالك انذار بالجريدة وده بيع على أرض بالمزاد العلني يا عمي. وش هو؟ وش قلت؟ اللي سمعته هيك توصلنا؟ الهيك؟ حسرة قلبك يا حسرة قلبك يا سلمى. اخترب بيته. هلا هلا يوبا. وين مهدي؟ يا هلا مرحبا يوبا. يا هلا. وين مهدي؟ بيثهان. لا يده سلامة. اي ميته وش خصها؟ وده في شغلي وسب اخوي منيزل خلوه ينقرص لما يقول اخ يا جنبي. يا يوبا
انتم نايزل اخوان ام نايزل منك وبيك؟ ودك ابو عبده يجاورنا وصير يرسل رجاله يزرع ويقلع براضينا؟ تدري انه للحين ما باع راس من حلاله، وتدري انه صار راعيه وده يقضيه من عند طلاق. هي خله يقضيه. طول عمرك انت واخوك منازل تتزاعلوا وتتصالحوا. الحين انا وياه ما بيننا شيء، لكن اللي منيده الله يزيده. يا يوبا، هذا الناس يحسبوها علينا، يقولوا ترك اخوه عند حزها ولزها. يمكن تنسى يا عمي. انا منسى، منسى يوم كنت صغيرة وابوي رفع البارودة على غذيان الناصر لاجلك. مشينا يابا. لا قم معي. اسحب الهند بريك يا عمي. يعطيك العافية. الله يعافيك. يوبا خذنا مشوار بيها أنا وأمي. زين زين ادخل. ما ويد وين منيجل؟ ومع من تركت غنم منيجل؟ تركته مع شند. الشند راعي عايد، ودي حقي يا عمي، ودي اروح اشتغل بالزراعه مثل جلعود. ترجع على الغنم تحفظها لما صاحبها
يلقى لها راعي. وانت يا منازل عقرني يا شيخ طلاق، عقرني والله، مدري منين القاها، مدري. هذه سالفة ثانية. باكر من الفجر أسري أنا وياك على السرايا. ليه؟ ليه؟ صلى على النبي يا جماعة. اللهم صل على سيدنا محمد. تأخذ التنك من ثمنه؟ لا خيو، أنا بدي كاش. كاش؟ أي نعم. عليش اتفقتوا؟ بطلب 1100 وما بده التنك من ثمنه. وهذا مع ترولي؟ وسكة ومحراث. نعطيه عربون وتروح تبيع التنك وتيجي يا جاسر. حاضر. السلام عليكم. عليك السلام. أشكرك. حاول تستعجل لهم القرض لأنهم الجماعة مزنوقين. مع السلامة. الله يجزاك الخير يا نور بيك. المدرسة على الطريق. خلينا نحكي مشروع الإسكان ومشروع توطين البدو. هذا ما حنا مختلفين عليه. الزراعة اقترحوا إنه كل بيت بطرف حصة صاحب الأرض. ها؟ أقول المتصرف شايف يعني شايف ترعيني أنا ماني فاهم. نازل. ها؟ بعدين بعدين. آه. أهم شيء عطوفة المتصرف خان للغنم جنب البيت حتى ما نخسر الغنم لجل الفلاحة مثل ما جنابك قلت. هذا براس الكوم، روحوا عند مدير الإقراض الزراعي، هيو بستناكم. قوم يا منازل قوم. يلا. الله الله يا السايح، صار بيك أشكال والوان. من عين الحسود وقطعات الجلود. هاي يا عمه هو المهم يتشالها. ها هات انا اعلقها عنك. ودها ذبيحه هان. أو مطلق، أو مطلق، شيخ طلاق. يمه، جده، جده. يا هلا، يا هلا بعمود البيت. الحمد لله على السلامة يمه. الله يسلمك. يا هلا يا هلا يا هلا. تعال تعال. طمني عنك يا جده. الحمد لله على سلامتك. اشتقت لكم يمه. واحنا اشتقنا لك كثير. هلا هلا بريحة الغوالة. محاميهم طلب تأجيل التنفيذ اسبوع. وكل محامي؟ طلاق ابن مطلق يتكفل بالسداد خلال اسبوع. وقدم ضمانات لمأمور التنفيذ.
هيك لعب بسيطة. عزايم يا جارة الهنا، ما شاء الله النوم البعد الظهر. قومي قومي. عزايم عزايم. أنا قادرة هنادي، أنا عيانة مريضة، أنا قادرة. علامك هذا أنت ساخنة مولعة. خليها لما نفرط يا جدة. يا جدة أنا وأمك ما ظل بينا حيل نظل نفرط، خلنا نضمنها. وإذا لقيت لكم ضمان يا حجة شو تنطوني سمسرة؟ يا هلا بجار الرضا. والله سمعت انك مضوي دور ام الصوانه. اشتركت انا وجيراني بموتور والبقيه عملوا مثلنا. خالم ياسين يا عونك. جابر تضمن كرم المختار وكرم عزمي ثلثين بثلث. كيف يعني؟ يعني بفرط الزيتون وبوديه على المعصره، الناتج من الزيت ثلث الي وثلثين الكم. والله الراي لجده. خذوا يمه، الله يطرح لك البركه. مبروك. يبارك فيك. بدهم يبنوا مدرسه اعداديه هان بمصوانه، وانت اولى الناس تقربيها. عاد لما حصل الدكتوراه بفرجها الله. تعالوا اشربوا شاي، تعالوا. تعجبني تعجبني. عمار يا هالبلد، عمار. Thank you.
قلبي عليك. طيح الغرضانة من... صح بدلك يا أخو. بدنه طال عمره. أقول ألا أجي عندك شغل؟ شغل؟ إيه؟ إيه؟ لغرك أعجبك أعجبك. تفضل يا عمتي. أنت بخير يا عمتي؟ يا عايز فكري من فلاحينك يا عايب. لا ما معني. قصوا منا دور المية على مسارعنا نص ساعة. إيه؟ آه. إيش؟ مش شايفة ولا ضو ولا سامعة ولا صوت. كل الناس نايمين. اسمعي، خلنا ننزل نشد الحبال وندق لوتات. يلا. صار لنا زمان عنهم، فكرك رحلوا؟